ويا حمودة واخو اشتكي ديالك ماما اخويا، اعطيني الفوائد ديالها. مزيان، ما هضرتي على الفوائد ديال الكمامة. اولا كنشكر كاع الناس اللي كيسهروا على هاد الوطن وعلى الحماية ديال هاد الوطن، منهم رجال السلطة، عمال النظافة الله يجازيهم بخير، واطباء، وكل بدون استثناء، صحافة، كاع الناس، وجنود خفاء، الناس عاملة النظافة اللي تيكونوا صحابة الميناج، اللي تيكونوا في المستشفيات، تيكونوا في جميع المرافق، كنشكرهم بصفة خاصة. الكمامة أخويا عندها عدة فوائد، من بين هذه الفوائد أنها كتحمي من المرض، أنها كتخليش المرض ينتقل كما كيقولوا في وسائل الإعلان. والحاجة اللي هي كتضحكني هي أنك تبقى تدوز مع حدا شي واحد كنتسالو شي فلوس ولا شي حاجة، ومول موني الكريدي كدوز ليك تقول لي بخير لاباس، وما كيعرفكش يقول لك لاباس وجي، وكل شي واحد كيتشاك كيبقى يشوفك انا شي خاوش واش ما عليا تشابه كي خلق الله من شي 40 واش ما عليا خو ما كيعرفكش مزيان لك ماما دابا صحاب كريدي ما بقاليش. وغادي نرجع لواحد النقطة اللي هي مهمة، هما الأطباء ملائكة ديال الله في الأرض، اللي واحد الجهود جبارة وجبارة اللي كيقوموا بها هاد الكمامة هادي، كتلقى الطبيب ما كتخليش هي الإنسان يبقى عداوي داوي داوي، لأن علاش؟ والدليل هو الطبيب، كتلقاه في غرفة ديال العمليات، خارج من العمليات يكون شي حد داير شي أكسيدو ولا شي حاجة الله يحفظنا، كيخرج عنده دكتور دكتور من الحالة، كيهضر معاه بالإشارة كيترش معاه حد كتسمع الله يخليك الله يخليك، كيزيد ما يهضرش فهمتي، كيضرب الإشارة، ولا كان شي حد الله يحفظ كاع كيدير لك هكا عرف راه باقي بينه وبين بين الحياة والموت، الله يخليك كيزيد حضر راسو يزيد، إلا خرج عندك ودار لك سمعوني راه شهد، راه هاد العلامة ديال الإشارة شهد، ولا خرج ودار فيكم ها تكون شوقة الله يخليكم نضا كدا العملية ومسائل كدا، وكيبي يدير صباعو ها يعني واش عندكم ما عندكمش كيقعد يهز صبعو، الا بان لي فيكم يدار كيدير ديك ها كيف راني كيدير لكم ها ما شاء ان شاء الله اوكي. وندخلوا لغرفة العمليات ديال الطبيب، عمرك انت كنتي جالس حدا شي غرفة ديال العملية وكتسمع ها راه المقص ها راه البرا ها راه الخيط السلسلة ديال كاينش، كتلقى داكشي كتلقى داكشي صامت ساقل، كتلقى الله يعطي الصحة خدام لابس بيض شي نقيكم انا مقادة على المسائل باش ما طيح حتى شي حاجة، كيضرب الإشارة تلقى واحد وراه هنا على اليمن داير هاكا مجموع هذا واحد الصندرية فورشيط موس عاشقة كدا تقول طباخ، كتلقى الآخر الجهة الأخرى مكلف عبد الضو هذاك عبد الضو الفوطة والكليراج هذاك مول الكليراج هذاك صونا تيقولو هذاك صحاب الصونا وداك المسائل، بقى الطبيب خدام كيدير كيبدا بسم الله كيدير راه كيدير صبعو ها جوج صبعان كيدير جوج صبعان ها كتلقى البرا راق الاخر موج مكيهضرش معاه كيدير ها قرر وجدات طف 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 كمل من البرا كيحطها في الجهة الاخرى تعقم الاخر راه صاحب الغسيل صاحب مسائل التنظيف كيعاود يدير يدو ها خدام عطا الموس راق تحط الموس هنا حل شرح شرب عاود يدير ليه تنظف خدام كيشوف واحد ليكرو راه خدام هنا وكيشوف ليه في العلم اخا شي راسك اجبد السقيطه راه نفخ خويا الماء خاسي راسك بحاول العلم راه تطور ليكرو راه لهيه الطبيب خدام وهذوك اخر في قاعه الانتظار كينتظروا كيشوفوا العمل واه طبيب واه سي بو سي تري بيان جونتي الناس قارين موجدين سامسونيك باش يخلصوا تا مشخوط عيبان اثر معتاق رحل الواقع هنا فتحوا راه قال لي شي شقه كبيره راه خشوا العالم كاين الناس خدام وخدام يعاود يدير ثلاثه الصبعان ها الرق يدير ثلاثه الصبعان كيبان لك المقص جاي يهضرش مقص كبير كتعرفوا غير قطع شي حاجه كبيره كبده ولا كلوه ولا دار جوج صبعان كيجي واحد المقص صغير قطع شي حاجه صغيره وخدام وواحد ليه خدام مول الفوطه مول الفوطه باش ما يقطعش ولا دايرها قيرمش فيهم مضاضر مسام مضاضر ولا شي حاجه هاد الاشاره الرق ضرب مضاضر
كتكون شي حاجه غارقه لداخل كيستعن خدام العين فين وصل. اما لا شافو شي حاجه ودار لي الدوه شوف لي من اليسار كدوك لاباراي ديال الضو راق خدام هز ديك لاباراي سمعت سمعت تزعزع ما تزعزعش يغمز الاخر كيدير لي ديك ها علي الفولت دالي 12 فولت ما شديتش عاود غمزو 300 وما شدتش هذاك مشخور الاول ديالك كيخون لك ويحه خون الضو هذاك راه دي لي حتى 1000 فولت ما غايشدش فيه هذاك هذاك دي شي بوطو كبير دي شي بوطو كبير ودي برونشي لي دوك دير البوست فيه شي 10000 يلاه يفيق. شكرا 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 لانه مجال كاين ميت قلب هذا الموضوع ديال الاطباء وكذا والناس احترام الله يخليكم دخلتوا السبيطار شي جار ولدو مركبو خاصه الانسان تيكون مريض مالك ما حليتيش لينا وقت الزياره خاص يكون الاحترام احترام الله يخليكم مشيتي تزورو مشي انسان كبير بعقلو يزور ومشي في الوقيته والمريض اللي شافو يخرج ما يبقاش جالس خالتي يدخل يشوف راه شويه خالتي جيبه مع الله يخليكم الله يخليكم النظام وشكرا ولنعود ان شاء الله شكرا.